ما هيك نسيم لتاني مره يعني... ولا لك انا بكلمك اوكي سوري لاني زعل بس هذا انت اول شخص مش اول شخص مش اول شخص مش اول شخص انا بكلمك وانا كمان بكلمك لانه انت مش اول شخص ما تدينيش ضهرك وتديني ضهرك وتتكلم مع حد تاني لما اكلمك ولا تشوح لي ولا صوتك يعلى عليا خلصنا اوكي بس تعرف شو انت مش اول شخص اليوم يعني هايدي انا قلت لك يا شخص يا هايدي خلي بعد السوشيال ميديا نغسلوا بعضنا انت غسلتي كل المواعين ليش جاني عباس رافائيل عمروان يعني كنا نحن متفقين انه بعد السوشيال ميديا مش نغسل ماشي شيء بس عامل لك بالامانيه بس خاطر اتس اوكي يعني هي قررت انها تغسل وحدها قالت لي بخلي لك بس شوف ما خلت شيء انه مقررين انت وياها نسيب بس على الوقت بس دقيقه نحن مش اصلا بس ليش عم تخلي شيء وحده بس يعني حسيت حالي مذنب كل الناس اجتني وليش عم تخلي هيدي تغسل لحالها يا جماعه انا مش قلتلكم كذا مره ما حدش يتكلم مع حد يغسل مواعين غيري ممكن ما حدش يتكلم مع حد نسيم انا قلت لك يا حبيبي هسيب لك وسايب لك حلل كله يا جماعه او عامل مشكله مع عباس وعامل مشكله مع رفايل وعامل مشكله معايا وعامل مشكله مع ناس يعني حاسس حالي انه حسيتك انت مش هتحكي معاهم كلهم انه نسيم خلينا اجي لوحدي مع عادي قولي يا حبيبي مش بعيط انا بقول لك عشان ما حدش يزعل منك وما حدش يزعل من عباس وما حدش يزعل بالامانيه نسيم بس مخي هنا خي بالامانيه خي ليه ما عم تشرب هذا نسيم ما يتعشى منه انا لحظه عنك تبعدني ولا ممكن اقدر اتصور عباس كان نسيم فاكر ان انا قلت لكم حاجه دخيلك بغيابك عني ما بعرف لا حلو ولا غني بالهم كنا احنا متفقين وسالني مروان نفس السؤال قلت له يا ما بعد ردت هايدي قلت له احنا متفقين انه نفس اغسل هايدي النص وانا النص لانه قلت لها خلي بعد السوشيال ميديا قالت لي مش منظر اوكي لا اغسل النص خلي النص اجى رافائيل وينك صارلك ساعة هيدا عم تغسل صار هاي صار ساعة تغسل حالك انت ممكن حتى ما تغسلش مع هيدا هي تغسل كله بس عارف الفكرة في ايه حوالين المطبخ الحتة اللي تحت البار والحتة اللي فوق البار لو في اكل لو في حاجات لو في كوبايات مثلا تديها لا الحاجات دي انت ممكن ما تعملش معاها بس دي هتساعدها لسبب انت بترتب حواليها يعني الاثنين اصلا اللي بيبقى عندهم اليوم هما بيعملوا كده مش بس بيبقى على الحوض فاهم فانا مشكلتي ان انا سامعك جوه فانا بقول له يعني انا لا واقفه والحاجه كتير والحاجه اللي احنا حوالينا اللي عاملين فيها على البار انت قلت له طب نسيم ليه ما بيجيش يعمل كذا فقال لي تعالى نروح نديها له من ايه من البار فجاي لك انا بقول لك عادي يعني بقول لك بهزار مش مثلا متضايق هناك ما هي انت مش متضايق بس رافائيل حسيت هي قالت لي عشان خاطر انت سمعتها كذا مره انا حسيت رافائيل لما شفته متضايق قلت بكشي بالكي يعني قالت له شيء هايدي انه خليته ايوه عشان خاطر هي الفكره عشان خاطر بس ما تبقاش هي واقفه لوحدها وفي نفس عشان نخلص يعني هي لما تعمل هسيب لك جزء وشويه انت كده تعمله بس السوشيال ميديا نبقى عايزين ننام مثلا بس عشان نخلص منها نعمل حاجه ثانيه حلوه انت فاهم بس بسيطه حصل لا بعرف لحن ولا غني سيب لك الحل بره الهم يعني كل كلمه ما بعرفش احساسك بالذات كيف بتمشي وكيف بتحكي